بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جريد 8 ماث فيرست تيرم، هناخد ريفيجن على الالجبرا، هنحل الفيرست موديل ده. اول حاجة the solution set of the equation x power 2 plus 3 x power 3 plus 1 equals 0. ايه السوليوشن سيت بتاعتها؟ السوليوشن سيت يعني بجيب الفاليو بتاع الاكس. لما بتجيلي بالشكل ده بقول ان اكيد في واحد فيهم بزيرو، ماشي؟ اكيد في واحد فيهم بزيرو، يعني اكس باور تو ده بلس تري هفرض الاول ان هو بزيرو، ومنه اكس باور تو ايكوال نيجاتيف تري. لو جيت اجيب السكور روت هنا والسكور روت هنا مينفعش، لان مفيش سكور روت بالنيجاتيف، فبسيب دي مش نافع. x power 3 plus 1 equal 0، يعني x power 3 equal negative 1. هجيب الكيوب روت هنا والكيوب روت هنا، يعني x equal negative 1. يبقى solution set equal negative 1، ودي أول واحدة. تمام، تمام. تاني واحدة 3 power x equal 1. هو مين اللي بيبقى بيديني 1؟ أي power بيديني 1 اللي هو مين؟ أي حاجة power 0، يعني المفروض 3 power 0 equal 1، 5 power 0 equal 1، أي حاجة power 0 ب1. فهنا ال x لازم تكون بكام؟ بزيرو عشان أكيد. تديني 1. طيب نمبر 3 نيجاتيف 2 اند 2 يونيون نيجاتيف 2 اند 0. ممكن اجيبها كده ومن غير ما ارسمها، ولا ارسمها لك النمبر لاين؟ منه ارسمها. كده سامعني كويس؟ ايوه سامعك يا مستر. ماشي. بقول الانترفال دي من نيجاتيف 2 لحد 2، برسم النمبر لاين اهو من نيجاتيف 2، بس النيجاتيف 2 هنا اوبن لحد 2، نيجاتيف 2 اوبن وال 2 كلوزد. المفروض ان الديستنس اللي ما بينهم هي المنطقة دي، واللي هدخل فيها النيجاتيف 2 يونيون النيجاتيف 2 في الست كده، معناه ان النمبر بس نيجاتيف 2، خلاص ادخلها معايا، يعني دي بقت كلوزد. ماشي، ايه تاني؟ ودخل الزيرو، كده كده الزيرو داخله معايا في الانترفال دي، لان هي ما بين النيجاتيف 2 اند 2. يبقى الانسر اللي هتطلع هتبقى نيجاتيف 2 بقت كلوزد، والتو زي ما هي كلوزد. بس ماشي كده. ماشي. نمبر 4 if the volume of the sphere، volume of the sphere دي محفوظة يعني 9 over 2 باي، بحط ال volume 9 over 2 باي، وال volume بتاعها equal كام؟ 4 over 3 باي r cube. هو عايز الايه؟ الديامتر. الديامتر يعني اجيب الار بعد كده اعملها ملتبلاي تو. بجيب الديامتر ازاي؟ بشيل دوت من هنا ازاي؟ بعمل له ديفايدد 4 اوفر 3 با، وبرضه اعمل هنا زي ما عملت هنا ديفايدد، اعمل برضه هنا ديفايدد 4 اوفر 3 با. ده ار كيوب هيتبقى لي ايكوال الباي، هتروح مع الباي 9 over 2 divided 4 over 3 equal كام؟ 27 over 8. هجيب الكيوب روت هنا والكيوب روت هنا، يعني ال r equal 3 over 2.
يعني الديامتر ايكوال 3 سنتيمتر. ها مفهومة؟ أيوة. The multiplicative inverse of the number square root 3 plus square root 2 in the simplest form. Multiplicative inverse بشقلبهم، بشقلبهم ازاي؟ يعني بيكون دي مثلا الدينومينيتور بتاعها 1، انا اخليها 1 over square root 3 plus square root 2. يبقى 1 over square root 3 plus square root 2. طيب ما ينفعش احط سكوير روت او كيوب روت في الدينومينيتور، فبعمل له ملتبلاي الكونجوجيت. فاكره الكونجوجيت بتاعه ايه؟ اللي هو سكوير روت 3 ماينس سكوير روت 2، وتحت برضه سكوير روت 3 ماينس سكوير روت 2. 1 ملتبلاي سكوير روت 3 ماينس سكوير روت 2 2 سكوير روت 3 ماينس سكوير روت 2. سكوير روت 3 ملتبلاي سكوير روت 3 بعمل الاولاني ملتبلاي الاولاني والتاني ملتبلاي التاني، دي حاجه خاصه بالكونجوجيت بس، لكن اي حاجه تانيه المفروض اوزعها. هيبقى 3 ماينس سكوير روت 2 ماينس سكوير روت 2 ملتبلاي سكوير روت 2 ب 2، 3 ماينس 2 ب 1، يعني هتطلع سكوير روت 3 ماينس سكوير روت. ده السؤال الأولاني، في مشكلة؟ لا. ماشي. طيب question number two، choose. قول if the radius length of the sphere 6، عايز الفوليوم. قولنا بتاعت السفير دي محفوظة 4 over 3 by r cube. ماشي. ال R هو قال لي ب 6، يعني هنا 216 multiply 4 divided 3. طبعا ال by دي بسيبها زي ما هي، لان هو مدال لي relation في الايه، في ال by. 216 divided 3 multiply 4 هتطلع 288. by ماشي. Number two, if the lowest boundary of a set is 10، the lowest of 10 will upper x، the upper x will center be 15، center be 15. المفروض السنتر ده ده بلس ده divided 2 ماشي، فيبقى الابر ده بكام؟ تين بلس كام ديفايد تو يديني 15. طبعا عشان ده يبقى 15 لازم دي تكون 30. طب تين ديفايد كام تديني 30؟ 20. يعني ال x دي equal 20. مفهومة دي ولا نسيها؟ لا مفهوم. طيب كده افتكرتيها، كنت بجيب center offset كان يديني مثلا 5 و 15. كنت بجيب center offset ازاي؟ اللي ما بينهم ازاي؟ يا اما انا على طول بمجرد النظر تاني كده، او اقول ده بلس ده divided 2. هو مديني السنتر اللي هو تاني، ومديني اول واحد اللي هو، وعايز الاخير الابر. اجيبها ازاي؟ بقول 5 بلس كام ديفايدد 2 يديني 10، 5 بلس 15 كده. يعني مفهومة ولا اشرحها باستفاضة اكتر؟ لا مفهوم. ماشي. نمبر 3، نمبر 3 2 كيوب روت 2 all to the power 3. يا اما احلها انا كده وانا واقف 2 باور 3 في 8، دي 2 هتطلع من تحت الكيوب روت ب 2 تطلع ب 16، او احطها زي ما هي على الكالكوليتر.
طلعها لي 16. نمبر 4 the median of the value. median اللي هو الوسيط ده، الوسيط ده بقى لازم ارتبهم ascending او descending، يعني 4 بعدين 22 بعدين 23 بعدين 25 بعدين 34 بعدين 40. شوف بقى مين اللي في النص، ال 40 قصاد ال 4، 22 قصاد ال 34. لقيت عندي 23 و 25 الاتنين في النص، اخد اللي ما بينهم، يا اما جاوب بمجرد النظر يا اما اعمل 24 هيبقى 24، يا اما اعمل لهم الاتنين بلس 2 ديفايدد 2 عشان اعرف مين اللي في نصهم بالظبط. لكن دي سهلة، دي من اللي ما بينهم على طول 24. نمبر 5 if the arithmetic mean of the value، هو مديني ال arithmetic mean 27 plus 8، المفروض كلهم هعمل لهم كلهم بلس ديفايدد النمبر بتاعه، هيطلع ال arithmetic mean ب 14. يبقى كام؟ هعمل 27 plus 8 plus 16 plus 24 plus 6 plus k، بعدين اعمل لهم ديفايدد كام؟ 2 4 6. هو كم ديفايدد 6 يديني 14؟ 84، يعني المفروض دول كلهم يطلعوا 84 عشان يبقى ديفايدد 6 يديني 14. طيب هل دول 84 ولا باقي لهم كام عشان يبقوا 84؟ 6 مع 24 دي يبقى 30. دي كده 30، ودول كده مع بعض 35، يعني 65. 65 plus 16 ناقصهم 3. ايه؟ ناقصهم 3 ماشي، هتبقى 81، يبقى ال كي دي ب 3. دوت question number 2. خلص، نخش على question number 3. question number 3 find the value of square root 18 cube root 54 minus 3 square root 2 minus half cube root 16 كده. طيب احنا قلنا كنا بنعملها ازاي، square root 18 دي بحاول ادور على square value، square value عندي يا 4 9 16 25 كده، ال 18 دي عبارة عن 9 multiply 2. ليه 9 و 4 و 16 وكده؟ عشان بيطلعوا بره الروت بسهولة، يعني ال 9 دي بعد ما اخلص 9 multiply 2 9 دي تطلع بره ب 3، يعني هتطلع 3 square root 2. طيب cube root 54 بدور على value فيها cube root تطلع بره الروت، يعني كام؟ يعني 8 27 64 كده. 54 دي يحفظوها اللي هي ايه؟ 54 حافظها ولا لأ؟ ولا نسيت؟ 27 multiply 2 هتطلع بره كيوب روت ب 3 كيوب روت 2. طيب اللي بعدها minus 3 square root 2 هتنزل زي ما هي، مش هقدر أعمل لها حاجة. minus half cube root 16، قلنا ال 16 دي ممكن تكون 8 multiply 2 ال 8 هتطلع بره ب 2 2 multiply half هيصيروا مع بعض، يعني minus cube root 2. مفهومة؟ مفهوم. طيب 3 سكوير روت 2 هتروح مع نيجاتيف 3 سكوير روت 2. بص في 3 كيوب روت 2 مع النيجاتيف كيوب روت 2 دول اخدهم مع بعض، هيبقى لي 2 كيوب روت 2. واللي اف كيوب روت 3 all to the power x equal to cube root
2 minus cube root اسف 2 square root 2 minus square root 5 2 square root 2 plus square root 5 then what is the value of x بحل دي الاول شوف هتديني كام هما الاثنين شبه بعض واحده نيجاتيف واحده بوزيتيف يبقى ال first one multiply first one و second one multiply second one 2 square root 2 multiply 2 square root 2 هتطلع ب 8 و negative square root 5 multiply positive square root 5 هتطلع ب 5 يعني equal 3 يعني square root 3 power كام عشان تديني 3 باور كام؟ تعرفي؟ باور 2 باور 2 عشان دي تروح مع الروت يتبقى لي 2 يعني الاكس هنا ب 2 طيب question number 4 represent graphically the relation y equal to minus x عايزني ارسم عشان ارسمها بفرض الاكس دي 2 او 3 value وايه؟ واجيب منها الواي يعني الاكس مثلا لما كانت بزيرو لو شلت الاكس وحطيت زيرو الواي هتطلع بكام دي بزيرو يبقى واي ايكوال تو صح الاكس لو شلتها وحطيت وان الواي هتطلع كام تو ماينس وان بوان لو شلت الاكس وحطيت 2 2 ماينس 2 يبقى الواي بزيرو مفهومة؟ مفهوم 0 عند 2 هنا 1 عند 1 هنا 2 عند 0 هنا ووصل الايه اللينير ريليشن دي اوصل 3 بوينت ببعض ايوه بس كده مفهومة؟ مفهوم نمبر بي find the solution set of the inequality بحل ال inequality ده ازاي؟ اول حاجه في عندي في الدينومينيتور هنا 6 وهنا 2 اتخلص منهم الاول ماشي اعمل ملتبلاي كبير ده 2 ده 6 اعمل ملتبلاي 6 ليهم كلهم ده ملتبلاي 6 ده هيطير وده هيتبقى لي 3 يعني يبقى الطرف ده 3x بلس 1 smaller than ده برضه multiply 6 اللي جوه 6x plus 6 smaller than قلنا 6 هيروح مع 2 يتبقى لي 3 3x plus 12 دي أول خطوة تاني خطوة في هنا 3x وفي هنا 3x أعمل ليهم كلهم minus 3x ده minus 3x وده minus 3x وده minus 3x ده هيروح مع ده يتبقى لي 4 6x minus 3x يعني ب 3x plus 6 وده هيروح مع ده يتبقى لي 12 الخطوة اللي بعد كده في عندي 6 هنا في النص اعمل كله minus 6 ده minus 6 يتبقى لي negative 2 ده minus 6 يعني 3x ده minus 6 يعني يتبقى لي 2 اسف 6
بعد كده اعمل كله divided 3، يبقى negative 2 over 3 smaller than x smaller than 2، مش كده؟ يبقى solution set من نعم لا أنا بقول تمام. من negative 3 over 2 اللي هي الصغيرة open interval لحد 2 open interval. open ليه؟ لأن مفيش equal هنا، يعني لو قال لي greater than or equal or smaller than or equal كنت حطيت closed. هعملهم بال number line. هحط له negative 3 over 2 هنا وهنا التو، وعملهم الاتنين open ووصل ما بينهم. تمام كده؟ تمام. ماشي، نخش على آخر سؤال. آخر سؤال question 5a، قولي if the radius length of the base of the right circular cylinder، دي على بتاعت الـ cylinder، لازم أكون حافظ الـ إيه القانون بتاعها. its base radius length is 4 square root 2، يعني مديني ال r 4 square root 2. height equal 9. find its volume in terms of y، يعني سيب ال y زي ما هي. its volume equal the volume of sphere، find the radius length of the sphere. مسألتين في مسألة. الأول بجيب ال volume بتاع ال circular cylinder، فاكرها كان عبارة عن ايه؟ by r2 multiply height، ماشي؟ تبقى equal كام؟ دي ال volume بتاع ال circular cylinder، ال area بتاع ال base بتاعته multiply ال height. r سكوير هتطلع 32 multiply 9 288 سنتيمتر كيوب. بيلي بعد ما تجيب الفوليوم ده، الفوليوم ده هو الفوليوم بتاع السفير، يعني 288 by equal the volume of the sphere 4 over 3 by r cube. امسك ده اعمل له divided نفسه 4 over 3 by والناحية التانية برضو 4 over 3 by. ده هيروح مع ده، يتبقى لي r كيوب، وده هيطلع كام؟ 260. ماشي صح، هجيب الكيوب روت لده ولده، يعني r equal 6 سنتيمتر. مش هعملها multiply 2 بقى لأن هو ايه، عايز الراديوس بس. طيب find the arithmetic mean of the following frequency distribution. arithmetic mean يعني بعمل التابل بتاعي دي هنا الست
frequency, center of set. وهنا ال frequency عملها multiply center of set. set بكام؟ 5 15 25 35 45. frequency 7 10 12 13 8. center of set اللي between 5 and 15 كام؟ 10 20 30 40 50. بعمل الاتنين دول multiply بعض 70 200 360 520 400. بعدين اجيب السميشن بتاع الفريكونسي والسميشن بتاع الملتبلاينج بتاعه. السميشن هو مدهولي 50. السميشن بتاع ده كام؟ 400 920 1280 1480 1550. اعمل له divided 50 تطلع كام؟ 31. ماشي كده مظبوط. السمشن هيطلع 2180 2000. يعني مش منطقية شوية. اول واحدة 70 700. انت عملتها 700. أيوة. طب اعملي اللي عندك بقى minus 630 النمبر اللي طلع. شو هيطلع كام؟ equal 900 900. مش هعمل 1550 minus 50 minus 650. لا الانسر اللي طلع معاك قلتي 2180 صح؟ لا امال طلع كام؟ هو في الاول كان طلع 2980 بس كان غلط. 1550 هو الصح. 1550 صح؟ اه طيب ولا 1580؟ لا 1500. اه اعمله divided 50 يطلع 31. تمام. ماشي كده. ماشي ده حل الامتحان. تحس فيه جزء صعب او كده ولا الامور بتاعته ماشي؟ ماشي. ان شاء الله المرة الجاية هنعمل ريفيجن على الليسون 1 بتاع الجيومتري. موضوع القوانين اللي انت بتحفظيها بتاعت الابليكيشن الريال نمبر سيركولر سلندر والحاجات دي لازم تلاقي طريقة
تحفظيهم به، ماشي، عشان مهمين. بيجي عليهم كام مسألة بالذات السفير دي، السفير دي تيجي كتير جدا. تمام. تمام. مستر البروف بتاع امبارح عاملاه كويس؟ اه ما شاء الله، ممتازة جدا. بيتهيألي موضوع البروف دلوقتي فبالنسبة لك كويس يعني، صح؟ اه فهمت اللعبة بتاعته. ايوه بقى. ماشي. بالنسبة للألجبرا، في جزء كده يعتبر واقع ولا محتاجين نراجع لحتة معينة؟ لا هو كله سهل، بس انا يعني تنسية شوية. اه احنا بقالنا كتير يعني، دخلنا في يونت 2 ويونت 3 ودخلنا في الجيومتري، ما عملناش ريفيجن بقالنا كتير. طب كده نخلي الامتحان عليه الجيومتري ولا نخليه كله الجبرا؟